بداية النهاية لمجموعة الإخوان. أنا أعتقد أنه الناس لا يمكن أنها تقبل أنه في يوم من الأيام تنتخب رئيس وتكتشف أنه ليس هو الذي في يده مقاليد الأمور. ده رفض لما فعله مرسي على مدار سنة. إحنا حاولنا فترات طويلة، تكلمنا معهم من 8 أشهر عشان تغيير الحكومة، تغيير النائب العام، عدم أخوانة مؤسسات الدولة، كل ده قوبل بالرفض. وأعتقد كلنا بنتذكر خطاب مرسي منذ 3 أيام واللي اتضح فيه حجم انفصاله التام عن الواقع. هم لا يروا أنه إلا الجماعة ومصالح الجماعة، وليس لهم علاقة لا بالشعب المصري ولا بقيم وتقاليد الدولة المصرية العظيمة. بقول للإخوان المسلمين، الشبان المسلمين، سيبكم من مسح الدماغ اللي عاملينه لكم ده، لأن أنتوا إخواتنا وحبايبنا ووقفتوا معانا في الثورة. فسيبكم من الناس اللي هم متطرفين والناس بخاها تعبان.